أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف من اليمن المأرب. يقول في هذا السؤال: عندنا في بعض المساجد وبعض الأذان لأي فرض المؤذن يأتي بالدعاء المأثور ثم يصلي ركعتين، وبعد الركعتين يفتتح بقوله الفاتحة وسورة الإخلاص قربانا إلى الله ثم إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين. ما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تنفع الفاتحة لروح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المشروع بعد الأذان أن يقال الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عفو مقاما محمودا الذي وعد. هذا هو الصحيح الذي ثبت في الحديث الصحيح، وهو المشروع للمؤذن وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله لي الوسيلة فالحلت له شفاعة، والوسيلة بيت في الجنة أو قصر في الجنة. وأما أن يقول الفاتحة أو اقرأوا الفاتحة فهذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان، فلا تقرأ الفاتحة بعد الأذان، ولا يؤمر بقراءتها ولا غيرها من القرآن، فمن فعل ذلك فقد فعل بدعة. نعم.